عدم الإدلاء بالمعلومات بشأن المذكرة التي وقعت بين وزارة التجارة والجانب الأمريكي الخاصة باستيراد الأرز الأمريكي لدعم نظام الحصة التموينية في العراق، بالإضافة إلى خروج الوزير سلمان الجميلي والسفير الأمريكي في العراق من القاعة قبل الاستماع إلى أسئلة الإعلاميين الذين تم دعوتهم من قبل الوزارة لتغطية وقائع هذه الاتفاقية، أثارت استياء الكثير من الصحفيين والإعلاميين لعدم حصولهم على الأجوبة بشأن هذا الموضوع. هذه الاتفاقية في مجال الرز سوف تقدم لوزارتنا وأيضا لبلدنا مميزات إضافية في مجال دخول هذه المادة، مادة الرز الأمريكي المتميزة بالمواصفة، أن تدخل إلى السوق. هذه المذكرة رابحة للبلدين، هذا سيزود المواطن العراقي بالنوعية الجيدة من الرز الأمريكي المنخفض السعر. عدم الاهتمام بهذه المذكرة وتوضيح المعلومات حول ماهيتها والمبلغ المخصص لها أرجع البعض أسبابه إلى غياب التنسيق بين المكاتب الإعلامية للوزارات والمؤسسات الإعلامية التي تحضر لتغطية الفعالية الخاصة بهم. غياب التنسيق في المكاتب الإعلامية للوزارات يؤدي إلى خلل كبير بين الإعلاميين تغطية النشاطات وبين الكوادر الإعلامية في الوزارات. حقيقة من المفترض أن يقف السيد الوزير أو من يمثله أو الوكيل الوزير أو مدير عام أو مدير الإعلام في هذه الوزارة وينسق بين المسؤولين واللقاءات والإعلاميين، لكن هناك غياب تام في هذه القاعة وترك السيد الوزير والسفير الأمريكي وكذلك مدير عام شركة الحبوب، ترك للإعلاميين من غير تصريح وتوضيح لماهية المذكرة، ما كمية المذكرة، المبلغ المذكرة، كيف يتم تنفيذها. هذا حقيقة يعني خلل يسجل على المكتب الإعلامي في وزارة التجارة، كذلك يسجل على مدير عام شركة الحبوب والسيد وزير السيد وزير التجارة وكالة، وكذلك المسؤولين على إدارة هذا المؤتمر. تعذر مدير عام الحبوب في وزارة التجارة للكشف عن معلومات تخص الاتفاقية لبعض المؤسسات الإعلامية من بينها قناة المدى، والاكتفاء بالتصريح السطحي لمؤسستين إعلاميتين بينها قناة العراقية التي فضلها على باقي القنوات، أثارت استغراب كوادر الفضائيات الأخرى التي دعيت مثل غيرها لتغطية وقائع الاتفاقية. من بغداد، إسراء خالد، قناة المدى.